أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثبات الملك لك. التجربة الفرحية في بقايا من العلم، رؤى ومقاربات. هو عنوان الندوة الفكرية اليوم الفاتح من جلسة 2022 المنظمة من طرف إطار الفن بمناسبة المهرجان الثالث الدولي لمسرح فنون الأردن، وذلك برحاب مجلس مقاطعة تمرينية بمدينة ذات العاصمة العلمية والروحية والثقافية للمملكة المغربية في جميل عبد العالم المجيد تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد الثالث نصره الله وأيده وألبسه لباس الشفاء والصحة والعافية. آمين. أعزائي أصحاب العقول الليلة، ونحن في هذه الأيام نتكلم على الممارسة ضد النساء، ونقول لا لتعنيف المرأة، وللأسف النتائج تبقى ضعيفة وجد ضعيفة. في هذه المناسبة كمواطن غريب بشعارنا الخالد الله الوطن الملك التمس، أقول التمس ممن ولاه الله أمر العناية بقضايا وشؤون النساء، ومن نقاد وباحثين ومسرحيين أن يجتهدوا أكثر وبجدية ويهتموا بموضوع العنف الاقتصادي في القرى والمدن، وهو سبب الضرر الاقتصادي والمادي ضد النساء في العمل والتمييز ضد المرأة وعدم المساواة في أجور العمل والحرمان من حقوقهن القانونية والمشروعة والحماية الاجتماعية. وشكرا لكل من ساهم في إنشاء هذه التظاهرة القيمة، وشكرا لكم على الإصغاء والمساعدة على ما جاء على لسان المواطن الغيور أصالة نفسه وزيادة عن زملائه الفاعلين النازحين داخل وطن الخليج، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إذا